بتبرع من الأخ الكريم جبر بن محمد حسن آل ثاني نقوم بتوزيع المساعدات الشتوية ضمن حملة شتاء لا ينتهي في الداخل السوري. كل الشكر للأخ جبر بن محمد حسن آل ثاني لتقديمه هذه المساعدات الكريمة، جزاكم الله عنا كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي؟ صحتين؟ سمعنا أنه أنت يعني نازح منين؟ منين؟ من المنطقة الجنوبية، جنوب حلب. يعني الأخ نزح من جنوب حلب إلى مدينة حلب، إلى تحت مرمى النيران، تحت مرمى النيران بحلب، معروفة مدينة حلب بسموها العوام أو الناس أم البراميل. في مدينة حلب، طبعاً العائلة أيتام. مرحبا، شو الأخبار؟ شايف عامل هيك ليش؟ فردان؟ موجة صقيع، موجة صقيع كبيرة. على أهلنا في الداخل السوري، الحمد لله وصلت الحملة بوقتها، وأسأل الله أن يكتب أجر كل من تبرع في هاي الحملة. الله يوفقك. كتب الله أجر كل من تبرع وكل من ساعد وكل من عاون وكل من ساعد بهذه الحملة. شتاء لا ينتهي.